ضرب ابوز من ساعه ما ركبت. وهات يا سجاير. لازم الواحد يلاقي حاجه يحرقها بدل ما يحرق نفسه او يحرق الدنيا اللي حواليه. تحرقي نفسك ليه؟ ده انت زي القمر. عايزه تحرقي الدنيا، انا معاكي نحرقها سوا. الظاهر انك انت مش عايزه تتكلمي معايا. انا كان قصدي نتسلى بالكلام لغايه ما نوصل. هو الاسود الايام دي موضه ولا عشان مرمطه السفر يعني؟ لا، اللون الاسود مريح. الظاهر ان انت في التعب قوي ده، تعبانه قوي قوي. تاخدي قرص منوم ومعايا قرصه صاحي لو عايزه، ومعايا كمان قرصه الضحك، بس ما عنديش قرصه الحزن عشان ده موجود طبيعي. بس ما عنديش قرصه الحزن عشان ده موجود طبيعي.